الجائزة الكبرى لمهرجان خريبكا للسينما الإفريقية كانت من نصيب الفيلم المصري يوم الستات لمخرجته كاملة أبو ذكرى. فيلم يسلط الضوء على التناقضات المجتمعية من خلال قصة ثلاث نساء بسيطات تنتفضن ضد أغلال فكرية ومجتمعية تكبح حريتهن وطموحهن للانعتاق. قصة استحقت بحسب الحضور ولجنة التحكيم الجائزة التي تنافس للظفر بها 14 شريطا سينمائيا من عدة بلدان إفريقية، فيما حصد الفيلم السنغالي فيليسيتي جائزة لجنة التحكيم، وفيلم القطار والسكر والملح من موزمبيق على جائزتي الإخراج والسيناريو. اعتذر لي بأن المسابقة كانت في مستوى جيد، عمل لجنة التحكيم كان في مستوى رفيع جدا، والنتائج اللي تعطات في الأخر هي فيها واحد المزج ما بين الدقة في التحليل والحكم وأين واحد وحتى توازن. ورشات وندوات ثقافية على امتداد أيام المهرجان كرمت خلالها الثقافة الإفريقية باعتبارها هوية متجذرة تحمل رسالة كونية، وأعمال سينمائية ووثائقية كانت مادة دسمة داخل أروقة النقاش بمهرجان خريبكا في نسخته 20. بشعار الهجرة والاندماج الثقافي، نظم المهرجان أيضا بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنشطة ثقافية وحقوقية لفائدة السجن المحلي بمدينة خريبكا. النقاش العميق جدا اللي دار في السجن المدني واللي درناه يعني بمعية المندوبية العامة ديال السجون، واللي كان الغرض منه يعني التفكير بعمق في قضية الإدماج. هو موعد سنوي بات يعد ملتقا لتنوع الروافد السينمائية ليرسخ بذلك مكانته كواحد من أعرق المهرجانات السينمائية داخل القارة السمراء.